الإيمان الرابع بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما علمنا الله تعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم، وأن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله كاذب وكافر كفرا أكبر، لا نشك في طرفة عين. ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام،